الحدث الابرز تحديدا من ارض المونديال الجديد بالنسبه لبعثه فريق النادي الاهلي. قلت لكم مباراه الاهلي وبايرن ميونخ الحدث بيفرض نفسه بشكل كبير جدا، لذلك اذهب مباشره الى مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي مع امير هشام موفد قناه النادي الاهلي عشان نتعرف منه على اخر ترتيبات البعثه والاستعداد لمباراه بايرن ميونخ. مساء الخير يا امير. مساء الفل عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا الحدث بيفرض نفسه، مباراة كبيرة بين الأهلي وبايرن ميونخ، طبعا وده شيء أكيد، شعبية الأهلي واضحة بشكل كبير في الوطن العربي، ومهما كان اسم الفريق اللي هنواجهه من أوروبا لكن واضح أن شعبية الأهلي كبيرة في الوطن العربي. بتلمسوا ده إزاي وشايفين إزاي الأحداث ومتابعة كمان البعثة لهذه المباراة إن شاء الله يوم الاثنين؟ طبعا يا محمد زي ما انت بتقول، يعني هي البطوله في حد ذاتها حدث، لكن بمجرد هذه المواجهه بين الاهلي وبايرن ميونخ واول مواجهه بين الاهلي وفريق اوروبي في مباراه رسميه معتمده من قبل الفيفا، فده في حد ذاته حدث اخر تماما وحدث هام جدا. وفي الحقيقه الاجواء هنا كلنا مبسوطين بيها ومبسوطين ان احنا بنعيشها هنا من داخل المونديال، لان المباريات اللي زي دي ما بتتكررش كتير. لكن الاجواء بشكل عام في المونديال، كل جماهير النادي الاهلي مترقبه يا محمد هذه المباراه بشكل كبير قوي ومستنيينها بفارغ الصبر. اللي عاجبني ان في ثقه كبيره قوي في لعيبه النادي الاهلي وفي الجهاز الفني، حتى لو انت هتقابل بايرن ميونخ. امكانيات البايرن طبعا كبيره قوي، يعني في كل خطوط اسماء غير طبيعيه وافضل فريق في العالم خلال الفتره الحاليه، ده بكل تاكيد، وفاز بالثلاثيه في المانيا زي ما الاهلي فاز بالثلاثيه في مصر بما فيها طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا. فبالتالي فريقين كبار هيلعبوا بعض، حتى لو احنا معترفين ان امكانيات البايرن امكانيات كبيره جدا، لكن احنا عندنا لعيبه النادي الاهلي رجاله وفريق قوي، فريقنا قوي، فريق محترم وبيلعبوا باسم نادي كبير قوي، وهو اسم النادي الاهلي، واسم النادي الاهلي لوحده يكفي كمان. فبالتالي هيعملوا كل اللي عليهم باذن الله تعالى في هذه المباراه ويشرفوا الكره المصريه والافريقيه بالشكل المطلوب والشكل المميز. لكن في الحقيقه محمد، يعني ان شاء الله باذن الله باذن الله استعدادات النادي الاهلي هتكون بالشكل المميز جدا، وانا بقول لك هتكون لان هي هتبتدي من النهارده استعدادات النادي الاهلي لمباراه بايرن باذن الله بعد بكره. خليني بالتالي اقول لك كل البرنامج اللي بيتعلق بالنادي الاهلي ابتداء من النهارده تحديدا. النهارده كان في مسحه للبعثه بالكامل، وهي المسحه الرسميه من الاتحاد الدولي لكره القدم قبل مباراه بعد بكره، والمسحه كانت في تمام الساعه 9 ونصف صباحا. لسه حتى الان النتيجه ما طلعتش، لكن باذن الله تعالى النتيجه تطلع سلبيه بالنسبه للكل. بالمناسبه المسحه كمان اتعملت النهارده للعميد محمد مرجان اللي كانت مسحته ايجابيه فور وصول البعثه للمونديال. نتمنى ان شاء الله المسحه بتاعته تطلع النهارده كمان سلبيه ويعود بالسلامه باذن الله تعالى. فاحنا في انتظار نتيجه المسحه خلال ساعات من دلوقتي باذن الله. خليني كمان اقول لك ان فيما عدا ذلك الامور ماشيه بشكل طبيعي جدا، وجبات الفريق المعتاده على مدار اليوم. النهارده في اولى محاضرات مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين بخصوص مباراه البايرن. امبارح ما كانش في اي محاضرات اطلاقا، ولا كان في اصلا كلام عن هذه المباراه غير بس من خلال مشاهده مباراه البايرن امبارح مع هيرتا برلين في الدوري الالماني. امبارح بالليل وانتهى بفوز البايرن نتيجه 1-0، هدف احرزه كينجسلي كومان احد ابرز النجوم. مش حقيقه هو بس اللاعب البارز، الفريق كله أكيد نجوم بارزين في الحقيقه، لكن تم متابعه هذه المباراه بشكل قوي جدا من قبل الجهاز الفني واللاعبين. النهارده المحاضره هتكون قبل التحرك مباشره ل ملعب تدريبات النادي الاهلي المعتاد واللي اتمرن عليه الاهلي خلال الفترات والايام اللي فاتت تحديدا. المحاضره هتكون الساعه 7:30، بعديها هيتحرك الفريق ان شاء الله باذن الله عشان يؤدي تدريباته ما بين الساعه 8:30 9 ان شاء الله باذن الله. الاهلي يكون ابتدى تدريباته، هو ده الميعاد اللي هيكون فيه المباراه باذن الله بعد بكره. المباراه هتكون الساعه 9 بتوقيت المونديال، 8 بتوقيت القاهره. الكل في الحقيقه مستعد، حاله اللاعبين ممتازه يا محمد، سواء من الجانب المعنوي، الجانب الذهني، الجانب النفسي، البدني، الطبي. مفيش الحمد لله اي اصابات، يعني حتى مروان محسن، عمرو السوليه، الكدمات اللي تعرضوا ليها في مباراه الدحيل كلها الحمد لله كدمات خفيفه، والكل جاهز للمشاركه باذن الله في مباراه البايرن على حسب الرؤيه الفنيه الخاصه بمستر بيتسو موسيماني. تاهب كبير باذن الله لهذه المباراه. خليني اقول لك كمان بكره ايه اللي هيحصل بالنسبه للنادي الاهلي بخلاف مران النهارده. ومران النهارده بالمناسبه يا محمد هيشهد ممكن
نحاول نستشف منه يعني باذن الله مستر موسيماني بيفكر ازاي، ايه استراتيجيته في مباراه البايرن يعني، ده عشان ده بدايه الاستعداد لهذه المباراه. لكن ممكن يكون في مفاجات يا امير؟ باذن الله تعالى الاهلي هيواصل استعداداته، وارد جدا، وارد جدا يكون في تغييرات في تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه، وارد جدا يكون في شكل مختلف خططي تحديدا بالنسبه للنادي الاهلي، الله اعلم مستر بيتسو موسيماني ايه اللي بيدور في ذهنه. الراجل بيفكر، بنشوفه هنا في مقر الاقامه يعني خلاص ابتدى يخش الاجواء بدايه من النهارده، يخش اجواء مباراه البايرن وازاي هيتعامل مع هذه المباراه وازاي هيقدم لنا باذن الله كوره حلوه تشرف النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان، وجماهير النادي الاهلي كمان هنا اللي يعني هيكونوا متواجدين في هذه المباراه بشكل مكثف طبقا طبعا الاعداد اللي يعني المتفق عليها. لكن بكره ان شاء الله هيبقى يوم ايضا مليء بالاحداث بالنسبه للنادي الاهلي، الصبح هيبقى في الاجتماع الفني بخصوص هذه المباراه، لكن بشكل رسمي خلاص خليني اكد لك ان المباراه تعتبر مباراه النادي الاهلي، فبالتالي الاهلي لاول مره في بطوله كاس العالم للانديه هذا الموسم هيرتدي الزي الاحمر التقليدي الخاص بالفريق، هيبقى التيشيرت احمر، الشورت هيبقى اسود، والشراب هيبقى احمر، الشورت هيبقى اسود لان البايرن هيلبس ابيض فابيض فابيض الزي الثاني بتاعه. لكن في كل الاحوال برضه هيبقى في طبعا اجتماع فني الصبح للاتفاق على كل الامور اللي تتعلق بالمباراه. بعد الاجتماع الفني هيكون في مؤتمر صحفي لمستر بيتسو موسيماني، واكيد محمد الشناوي هيكون متواجد معاه. المؤتمر ده هيكون في استاد احمد بن علي اللي هيستضيف هذه المباراه، وهو احد الملاعب المميزه جدا، وهو ملعب الريان بالتحديد. وبعديه هيبقى في تفقد لهذا الملعب من خلال اعضاء الجهاز الفني بالكامل زي ما حصل في استاد المدينه التعليميه والاستضافه مباراه الاهلي والدحيل. ومش هيبقى متوقي بقى غير مران الغد، وهو اخر مران للنادي الاهلي هيستعد من خلاله لمباراه البايرن. الامور ماشيه بشكل كويس. اللي عجبني كمان يا محمد ان في حاله تفاؤل عند البعض، يعني في ناس كتير كده الواحد بيتواصل معاهم وحتى في بعض افراد البعثه بيقولوا ليه لا احنا نقدر ان احنا نكسب باذن الله هذه المباراه رغم صعوبتها، وهي اصعب مباراه ممكن تكون في تاريخ النادي الاهلي. انت بتلعب بطل اوروبا في مباراه رسميه، فما فيش هزار طبعا يعني. ففي كل الاحوال الاهلي هيحاول باذن الله ان هو يعمل اللي عليه، وباذن الله اللاعبين مش هيبخلوا باي نقطه عرق في هذه المباراه. لو في اي استفسار انا معاك يا محمد. امير هشام موفد قناة النادي الأهلي، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات من